السلام عليكم، معكم محمد حسين، طالب في جامعة يونيفرسيتي في أريزونا، تخصص بزنس. لي تقريبا هنا في أريزونا 8 شهور 7 شهور. اولا بتكلم عن نظر المشاكل السياسيه اللي واجهتها هنا في امريكا. اول واحده يمكن تكون من ناحيه هل فلسطين حق لليهود او فلسطين حق للاسرائيليين. يمكن هذه اكبر إشي بحكم اني يعني واجهت ناس من اسرائيل ويدعون ان فلسطين لهم. هذه يمكن المشكله السياسيه. الشيء الثالث هو عن نظره الامريكان ونظره الامريكان لي. نظرتي عن الامريكان تغيرت يوم جيت هنا، يعني شعب حبوب اكثر، افضل من اللي كنت اتوقعه. الاغلبيه غير عنصريه، مع ان في عنصريه لكن الاغلبيه غير عنصريه. نظره الامريكان عني بعضهم ينظر لي بحيث اني مسلم، ينظر لي بنظره عنصريه، والبعض الاخر يعني يؤمنون بحق الحريه في الاديان والاشياء هذه. والاغلبيه هم هذا الجانب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.